لكن قبل ذلك ذكرتني بشيء، ولا بأس من أن نجعل كجملة معترضة في حديثنا السابق، حينما قلت أننا نجتمع ونتحلق حلقة. الحقيقة أن الاجتماع حتى في الأجساد له تأثير جيد في الاجتماع في القلوب، يكون الاجتماع قلبا وقالبا، لأن الأمر كما يقول بعض أهل العلم أن الظاهر عنوان الباطن، وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال في الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشاهد فيما يأتي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما لا شك فيه أن المجتمع مؤلف من أفراد، فهذا المجتمع ينبغي أن يكون كما جاء في الحديث الصحيح أيضا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعا واحدا مؤلف من مجموعة من الأفراد، وكان هؤلاء الأفراد يعنون بإصلاح بواطنهم كما يعنون بإصلاح ظواهرهم، فسيكون بنتيجة الأمر المجتمع صالحا ظاهرا وباطنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كما يجب إصلاح الظاهر يجب أيضا إصلاح الباطن، وكل من الإصلاحين يساعد في الإصلاح الآخر. هذا كما يشبه، ما أدري الأستاذ عدنان يمكن يذكرني، ما كان بعض العلماء يفكرون مما يسمونه بالحركة الدائمة. شو أبو محمد؟ من ها؟ الحركة الدائمة، هل أوجدوها ولا بعد؟ ولا يوجدوها. ولا يوجدوها. يعني يمكن يكون في حد زعمي أنا كالجاذبية، هي افترضوها لحل مشاكل نظرية يعني، لكن هذه حقيقة شرعية. الله عز وجل الذي خلق الإنسان وسوى خلقه
وأوحى إلى نبيه عليه السلام أن يخبرنا بهذه الحقيقة، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا صلح الجسد صلح القلب، فإذا في تجاوب بين الجسد وبين المضغة إفسادا وإصلاحا. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لا شك ولا ريب، الإسلام عني كل العناية بإصلاح الظواهر، لأن هذا الإصلاح يؤدي إلى إصلاح البواطن. من ذلك، وهنا بيت القصيد بالنسبة لهالجملة المعترضة، وهي غير طبيعية مثل الجملة تكون بهذه الطول وتكون محاضرة، لكن لعل فيها فائدة. المقصود من هذا الكلام كله حديث واحد بالإضافة إلى ما سبق من الأحاديث النبوية الطيبة، حديث أبي ثعلب الخشني قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا منزلا فيها الصحراء، فيها الشور كما يقول بعض البدو، تفرقنا في المنازل، فسافرنا ذات يوم وتفرقنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان من عمل الشيطان. تفرق مادي جسدي. قال أبو ثعلبة: كنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا انضم بعضنا إلى بعض، حتى لو جلسنا إلى بساط لوسعنا. فإذا الانضمام الظاهري يؤثر في الانضمام القلبي، وهذه حقيقة شرعية ربما يعبر عنها بعض علماء الكلام أو الفلسفة في آخر الزمان بأنها فلسفة شرعية، وهي حقيقة شرعية، ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن يكفي الإطالة السابقة في هذه الجملة المعترضة لنعود إلى ما كنا في صدده. قلت